السلام عليكم. دي مقدمة سريعة عن اللغة التركية وإزاي المدخل إليها. تابعوني في شوية ملاحظات ونقط سريعة في الأول هقول لكم عليها علشان الناس اللي محتاجة تتعلم تحط الملاحظات دي قدام عينيها، وإن شاء الله ناخد بإيديها وعلى أول طريق اللغة التركية نحط رجليها. ولو تفتكروا في مقدمة افتتاح قناتي قلت لكم أنا عندي وجهة نظر تانية خالص بقدمها لكم، وديني بحاول ويلا جهزوا حالكم، علو المصري بشكل جديد للتعليم جالكم. أنا طبعا هسلمكم العفروتو وبهلول وان شاء الله هيكملوا معاكم على طول، وان نجحوا معاكم الشكر ليهم موصول، وان قصروا رقبتي وفشلوا خليها مفاجاه ومش هقول. ودلوقتي هسيبهم يقدموا نفسهم اليكم علشان تتملى بطلعتهم البهيه عنيكم. سلام عليكم يا حلوين، وكل سنه وانتم طيبين. انا عفروتو مشاكس لكن طيب، لسه متعلم التركي قريب، اتمنى تتعلموه مننا ولظنكم من خيب. ودلوقتي جوليه جوليه، وعندنا كلام كتير هنبقى نقول لكم عليه. جنيدن أركادش لارين بان بهلول، وهكون عن تعليم التركي ليكم مسؤول. وركزوا معايا وما ترموش ودنكم لعفرطوا على طول، هيورطكم لان اسلوبه مش معقول. انا قربت ابقى منه مشلول، لكن بحبه مع اني منه مغلول. شمدي بوكادر ياتير، واشوفكم في حلقاتنا القادمة على خير. يا رب يكونوا عجبوكم ودمهم طلع خفيف عليكم ويقدروا يوصلوا المعلومة بسرعة إليكم. ولو في شكوى ما تكسلش عن الكتابة إيديكم، لأنهم في الآخر منكم وإليكم. ودي أول ملحوظة على الماشي، ولو لقيت كلامي غلط قوم وما تستناش. يا ترى أكتر الناس لما بيكونوا بيدرسوا لغة ما بيستفادوش ليه؟ الجواب سهل وبسيط جدا وهقول لكم عليه. أولا، في ناس بتدرس في المعاهد الدراسية وده بيكون على مدى طويل، وبعد فترة تلاقي الناس تبدأ في الصريخ والعويل والطريقة تانية تفكر في التحويل أو عن طريق اللغة من برامج الموبايل وما شابه ذلك، لأنها بعيدة عن الشارع التركي. ولما تتعلمها وتنزل تلاقي نفسك لحالك، لا تقدر تفهم الأتراك ولا هم يفهموا منك حاجة. طب تعمل إيه؟ أكيد هتتكلم بالإشارة، مش محتاجة. لذلك حاولت على قد ما أقدر أجيب لكم الآخر عشان تفهموا الأتراك ويفهموكوا ويبقى عقلكم بالمعلومات زاخر. وحط نصيحتي اللي جاية دي في دماغك وخليك لها فاكر، لا تخجل وانت بتكلم التركي بطريقة مكسرة ومش متفسرة، لان اصلا هو ثقافته اللغوية محصرة ولا يعرف الا لغته التركي فقط لا غير. لكن انت على الاقل معاك لغتين تقدر تقول بيهم صباح الخير. ثانيا، هو مدرك ذلك وعارف انك في بلده جديد، فغصب عنه بينزل لك ويفهم انت عاوز ايه بالتحديد، لانه اكيد منك عاوز يستفيد. بس ما تسوقش فيها وتفضل بليه. دي كانت ملاحظات على الماشي مع كام نصيحة، لازم تاخد بالك منهم لا تبقى فضيحة، وتفضل اللغة التركية عندك محلك سر وكسيحة. لذلك حاولت اجيب لك كلمات مباشرة وصريحة. ويا ريت لو عجبتكم فيديوهاتنا فرجوها لعيالكم، وكله بالمجان، لا انا طمعان فيكم ولا طمعان في مالكم، وكفاية دعوة منكم بظهر الغيب مع اشتراكاتكم في القناة عشان تيجي اعلانات كتيرة ونملى الجيب. لا بجد، اشتراككم في القناة دعم ليها، وهو أكسجين الحياة اللي بيقويها ويخليها تنافس وتعمل كل اللي عليها، فما تبخلوش بعمل اللايكات وتقديم الاشتراكات إليها. دلوقتي سلام، واشوفكم مع أول حلقة في سلسلة تعلم وتكلم التركية من أول دقيقة. وإن شاء الله لما تشوفوا الحلقات هتعرفوا إن كلامي حقيقة. وافتكروا دايما إن لقناتنا شعار، أنتم معانا أبديت باستمرار. بو قدر يا تير، واشوفكم الحلقة الجاية على خير.